أسعد الله مساءكم مشاهدينا متابعي برنامج بالقانون، نلتقي في هذا المساء على وقع السؤال والجواب. طبعا للاتصال بالبرنامج يكون على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. معنا أول اتصال. ألو. 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 نعم. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك، شكون معنا؟ رزقي حسن، مواطن رزقي حسن من ولاية بتن. الله يبارك، تفضل. خويا أنا مستفيد في إطار تاع لاكناك في سنة 2011. مستفيد من ماذا؟ لاكناك لونسيس. لونسيس. إيه. بجغار طريقية تراكتور سيمي روموك. واش من سنة؟ واش من سنة استفدت؟ 2011. نعم. إيه. وكنت نخدم يعني ما شاء الله يخدم مع المواني من هنا للشركات البترولية حاتم سعود وإمام الناس والله يجعلهم. نعم. ومشات معايا الامور مليح وسلكت المبلغ تاعي في البنك تسمى مسبقا قبل ما العام الاول تاعي سلكت كلش. خلصت القرض تاعك؟ سلكت القرض تاعي ومن بعد كي مشينا حتى 2016 بدات تنقص الخدمه تدهور الحاله وليت نخدم من هنا نقل عمومي. هزيت فياجه تاع ماء من مصنع تاع بنيان تاع الماء. نعم. باش نديها تبسه لواحد السيد من الجزائر حاك مع الكونسيدير يسمى بالتمويل. نعم. تسمى باش يمولهم. تسمى ورحت انا مشيت مشيت ما على باليش حتى تحت في واحد البراج قالوا لي عطينا لوتوريزاسيون تاع الجمارك. البلاصه هذه يقولوا لها ام علي. المكان هذا المكان هذا حدودي. ايوه بارك الله. خاضع لاحكام خاصه. خاضع في طاق. لا خاضع لاحكام خاصه وهناك نوع من البضائع اذا دخل المنطقه هذه لازم يكون عندك ترخيص. ايوه. والا ستعتبر كمهرب. بارك الله فيك. دوك انا في طاق الخدمه تاعي كي كنت نخدم الصحراء من هنا ما التقيتش بالحوايج هذه. وهي كانت المنشوره هذه في الجريده الرسميه. طبعا هذا في الجريده الرسميه حجزوا لك الطريق والله بلاصه كان اللي تقول لك هكذا ما كنتش نعلم انا بالحوايج هذه. وعلاش كل واحد يدير كل واحد يدير جريده رسميه للدار تاعه. ايوا بارك الله فيك. كيفاش؟ تسمى انا ما نشريش الجريده الرسميه انا. واش عليه ولكن لا عذر بجهل القانون، اللي ما يعرفش القانون هذا المشكله تاعه. ايوا القانون. بارك الله فيك. القانون يخرج في الجريده الرسميه يخرج في الرسمية عنده مدة 24 ساعة ولا 48 ساعة في مناطق معينة يبدأ. أيوة. ساري المفعول. بارك الله فيك. المهم أنا كي تحكمت المرجولة قلت لهم أنا راني ما على باليش كيفا ما على باليش بالنطاق الجمركي. المهم جاو لي الشاحنة والبضاعة هذيك ومضروبة في خمسة والله. المهم خرجت 400 والشاحنة راحت. الغرامة. نعم. ايه ومن بعد عطاني 18 شهر لغايه طعن في طعن 10 ايام. نعم. مالا لما طعنت في التبسه من دير لهذه التبسه يسمى بعد شفت المحامين اكتشفت باللي انا مانيش هز ماء معدني. فهمت؟ هما يحكموا فيا على اساس اني هز ماء معدني. كيفاش الرسميه تقول لك المياه المعدنيه والماء الغازيه. انت كيفاش اكتشفت؟ ما كانش على بالك يسمعوك على محضر واش قلت لهم؟ لا هنا كنت انا يحكموا فيها على ماء معدني ومن بعد انا هو كاين الارتيكل تاع الماء المعدني والماء مش كيف. نعم. فهمت استاذ؟ كاين الماء المعدني والماء المنبع. ومن بعد ولينا طاكيت انا في المجلس اسمها تاع تبسه قلت لهم انا غير خاطر الترخيص. مالا لما شاف القاضي شاف من ولا واش جاوبني في الاجابه تاعو نحلي هذيك 18 شهر هذيك وقال لي كل ما يعبأ في القارورة البلاستيكية يعتبر ماء معدني. نعم. فهمت؟ نعم. وهدرت مع النهار قبل في النهار وداروا عليها حصة وقال لي كل من قالوا كثير من المواطنين يجهلوا الفرق بين الماء المعدني والماء المنبع. الأخ واش عليه دوكا أنت واش حبيت تعرف؟ حبيت تعرف في المجلس واش حكموا عليك؟ في المجلس نحلي هذيك 18 شهر سجن وخلاني يسمى مع الجمارك الشغل كان يراح والغرامة وخلاص. نسنا تجيني وقتها تجيني الغرامه نسلكها. وليت طعنت انا في المحكمه العليا من 2016 لليومين هذا مازال ما رجعوليش. عندي الرقم تاع القضيه تاعي نروح للسيستم لهنا في باتنا يقولوا لي مازال 6 سنين.
دوك نجاوبك. انا ضيعت وضيع اولادي وقعدني في نعم. المشكل هذا كيفاه يفرق لي؟ صحيح دوك نجاوبك. يعني عندك 6 سنوات ملي درت طعن بالنقض للمحكمه العليا وانت معلق. يعني معلق، الشاحنه هي وسيله العمل الوحيده تاعك. واكثر من ذلك غرامه قيمه حوالي 5 مرات قيمه الشاحنه. يعني شيء كبير ينتظر فيك. لان هناك ما يعرف فيما بعد بالاكراه الجمركي، الاكراه الجمركي هو حق لاداره الجمارك باش تحصل الاموال تاعها، اذا ما دفعتش راح تطلب سجنك. يعني حتى اذا القضاء نحرك السجن وخلاك الغرامه فقط، و الغرامه مضروبه في عدد معين يحكمه قانون الجمارك، اطلع لك هذا الرقم. ولكن اذا ما دفعت لهمش بعد ما يقدروا الان، لان بمجرد صدور القرار يقدروا يجيبوا صيغه تنفيذيه، ينتظروا تفصل المحكمه العليا يجيو لك يقولوا لك تدفع او تدخل السجن نتيجه الطلب تاعهم اللي هو توقيع الاكراه الجمركي عليك. عليك ان تنتظر يعني الفصل تاع المحكمه العليا، ما نقدرش نعطيك توجيه اخر، لان ما كانش طريقه اخرى غير تتبع مسار القضيه تاعك من المجلس. الان تنتظر ان المحكمه العليا تفصل في هذا الملف. المشكله هي مشكله وقت، يعني حقيقه 6 سنوات سنوات كبيره. يعني احيانا كاين ناس يديروا طعن ويخرجوا من السجن والقضايا تاعهم ما تفصلش فيها في المحكمه العليا. وهناك احيانا، وهذه حقيقه، انه كاين ناس بعد 6 أو 8 سنوات تفصل المحكمه العليا، لما يرجع من جديد للمحاكمه ينسى الوقائع وينسى الاشخاص وينسى التفاصيل، لان 8 سنوات ماهيش سنه وماهيش شهر. لذلك اعتقد بانه الحل الوحيد تاعك انك تدير طلب اسراع للمحكمه العليا، طلب اسراع للمحكمه العليا، وتحطه في مكتب خاص بهذا الامر باش يزربوا، تشرح التفاصيل، تشرح الوضعيه الاجتماعيه تاعك، الوضعيه الماليه تاعك، باش يزربوا يفصلوا لك في هذا النزاع. معنا اول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ انا عندي قضيه تاع خيانه امانه. نعم. عندي واحد قريب عنده صرالو هذا المشكل، وحبيت نعرف المخرج القانوني كيفاه. واش صرالو؟ هو سيد كان حاط مجموعه تاع اغنام عند واحد يرعى بها. نعم. وبور شهود وكلش، وهو اللي كان يخلصوا الراتب الشهري تاعو، هو اللي كان يقوم بصرف على هذه الاغنام من ناحيه الاعلاف والادويه وكلش. وبعد دخل في واحد الموضوع، هو واحد تقدر تقول تقريبا داروا عصابه ماشي. راح باع كلش وقيله. اعطيك صحه، باع كلش، والوقت اللي راح ليه القريب تاعي هذا باه يسترجع الاغنام تاعو، دار له قضيه تاع تهديد، ومشاركه صاحبه هذا الاخر اللي شارك معاه في القضيه هذه، شهد معاه. برك احنا السيد هذا عنده شهود بتصريحات شرفيه في البلديات، باعترافات في المحكمه، حضروا في المحكمه، ورغم هذا الشيء كاع السيد هذا من ناحيه التهديد هذا حكموا له بغرامه ماليه قدرها 5 ملايين. وخيانه الامانه حكموا بالبراءه. والاخر دار براءه، يعطيك الصحه. ورغم هذا كاين في الموضوع فيها واحد الخبايا داخل صراط في القضيه، وخطر عليه عنده السيد هذا عنده اقارب يخدموا امناء ضبط في المحكمه هذه اللي كان فيها السيد هذا. ونحاول احنا برك انا ما السيد هذا ماهيش قضيه تشكيك في العداله، لا 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 سمح الله. احنا ماناش نشكوا في العداله ولا، بصح يا استاذ راك عارف القاضي كيكون قدامه ملف الضبطية واش يكتبوا الشهود تاع السيد هذا صاحب الاغنام، يتكتبوا عند السيد الاخر، عند الخصم الاخر. شوفي سيدتي شوفي هذا البرنامج يعتمد على الصراحة وعلى المنطق وعلى كلمة الحق. تعرفي ايش معناتها كلمة الحق؟ اكيد. تعرفي ايش معناتها كلمة الحق؟ كلمة الحق اللي ربما كل الناس يعرفوها، ولكن صدقيني باللي مشكلتنا احنا كمجتمع ان كل واحد فينا يعتقد انه على حق، كل واحد يعتقد انه على حق. يعني يا نربح القضيه تاعي، يا يعطيني القاضي الحق، يا اما كله ظلم.
يعني القاضي هذا لازم القاضي هذا اسمحي لي باك نكمل لك. القاضي هذا لازم يرضي كاع الناس، ما يقدرش يرضي كاع الناس. هناك هناك دائما خصوم، كاين واحد يربح قضيه وواحد يخسر. اللي يربح يقول لك تحيا العدل، واللي يخسر يقول لك ما عندناش عداله. اذا لو كان يقلب لو كان يقلب اسمحي لي انا راح نجاوبك. اذا كانت الادله، اذا كانت انا راح نجاوبك سيدتي، انا راح نجاوبك. الدليل ماشي انت اللي تحكمي فيه، انت مواطنه بسيطه ما تقدريش تقولي الدليل. حتى الطرف الاخر اللي ادى البراءه يقول لك هاو الدليل تاعي، وانت تقولي هاو الدليل. المشكله الان قولي لي انت لو كنا حطك قاضيه انت ما تقدريش تجاوبي على الاسئله تاع الناس، ما تقدريش تقسمي الحق بين الناس، لان كل انسان يعتقد انه على حق. هذه الاشكاليه. لو كان نوصلوا وين الانسان، نوصلوا الانسان لما يخسر يقول صح، يقول انا بالك كنت غلط، بالك ما عنديش. شوفي ناس مدين التراب تاع جارو، مدين الرصيف تاع الدوله، ولما تجي الدوله تنحي له الرصيف هذاك يقول لك دوله ظالمه. هو عارف بان الرصيف ماشي تاعه. هذا الانسان هو اللي ظالم، هذا الانسان هو اللي ظالم. راني نقول لك اعتداء على الاراضي تاع الجيران، اعتداء على اراضي الدوله، اعتداء على الارصفه. كل شيء لما تقولي له هذا الشيء ممنوع يمنعه القانون، لانه الناس ما يقبلوش الحق على انفسهم، يقبلوه على غيرهم وما يقبلوش على انفسهم. مش علي انا، راح نشرح لك الان. انا ما نعرفش الملف هذا، ولكن انا نقول لك واش نعرف، واش يقول القانون. انا درايتي بالقانون لما يتعلق الامر بخيانه الامانه. خيانه الامانه هي مجموعه عقود مذكوره على سبيل الحصر في قانون العقوبات، كاين سبع عقود. اذا كان الواقعه اللي راح نشكي بها تمثل عقد من هذه العقود، فان الامر يتعلق بخيانه الامانه. الان كل من عهدت اليه بحكم الوظيفه تاعو، بحكم العلاقات، القرابه، بكل شيء. مثلا تخلي السياره تاعك عند ميكانيكي، هذه امانه خليتها عنده. تخلي اموال تاعك عند انسان دير له عقد يسمى الوديعه، هذه امانه متروكه عند، ماشي سلفت له، خليت عنده وديعه، لان الوديعه ماهيش دين. ومجموعه عقود. انا بالنسبه لي اغنام، انا عندي اموال، شريت اغنام خليتها عند انسان يرعاها لي ويقوم بها وكل شيء، العدد تاعها 50 100 10 2 1000 ما يهمش. وهذا الانسان تصرف فيها بالبيع. انا يكفيني نجيب شهد او اثنين، او نقدر نجيب ثلاثه، او نقدر نجيب الكل يشهدوا. لماذا؟ لان انسان نقدروا نحكموا عليه بالسرقه، كي نجيبوا له شهد واحد نقولوا يقول هذا شتو يسرق نحكموا عليه. فما بالك بالانسان اللي نجيبوا له مجموعه شهود يقولوا هذا كان يشتغل عند هذا، خلى له مجموعه اغنام يرعاها، ولكن هذا الانسان اختفى واختفت الاغنام وسمعنا باللي بها، هذه خيانه امانه. ولكن انا لا اعرف تفاصيل الملف، نحكي لك نطبق لك في واقع على مواد قانونيه. الان المطلوب اذا فيه براءه ما نقدرش نناقشوا الحكم القضائي، انا منعتي لا اناقش الاحكام القضائيه، ولكن عليك ان تعرفي بان القانون يضع رقابه لكل حكم قضائي. نروحوا الى المجلس، كنا امام قاضي امام في المحكمه، نروحوا امام المجلس برئيس ومستشارين اثنين، ممكن عندهم رؤيه اخرى لهذا الملف. وشفنا كثير من القضايا وين بمجرد الاستئناف يتغير كل شيء، الادانه تصبح براءه او البراءه تصبح ادانه، ويعني سلطه ماشي تقديريه ولكن سلطه اعلى من سلطه المحكمه لتفصل في هذا الملف. اذا ما نسبقوش الامور، وكاين رقابه المحكمه العليا، صح الامر ياخذ وقت، ولكن هذا هو العمل القضائي في كل العالم. هناك دول ربما كي نقولها كثير من الناس ما يقبلوش، ان كل دول العداله والقضاء فيها بطيء جدا بالنظر الى العداله والقضاء في الجزائر في كثير من الفروع، وين كاين سرعه ربما احيانا يفصلوا في نزاع في شهر، احيانا في شهرين، في دول اخرى يستغرق الامر سنوات. تقول لي الان مدى نوعيه القضايا، نقول لك نعم نوعيه القضايا، لان في الخارج ما يروحش واحد يشكي بواحد لمجرد انه شاف فيه، في الجزائر موجوده. يعني كل انسان يشكي، ومن بعد العدد تاع القضايا يكون كبير في المحاكم، ونقولوا علاش عدد كبير؟ لانه كل انسان لمجرد اي شيء يروح يقدم شكوى. وهكذا، اذا كاين استئناف ديروا استئناف، اذا ما فصلوكم في الاستئناف تروحوا الى المحكمه العليا. معنا اتصال. الو، مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك. صباح استاذ. الحمد لله صباح، لاباس. الحمد لله استاذ. استاذ عندي قضية على الطلاق التعسفي. انت يا مطلقة. مطلقة. نعم.
قضيتي شفت الورقة تاعي تطلق من 2018. نعم. خرج طلب. حكم علي بمبلغ مالي. عندك أولاد ولا ما عندكش؟ ما أنا ما عنديش أولاد. عندك طلاق تعسفي فقط ونفقة العدة ونفقة الإهمال. ونفقة العدة ونفقة الإهمال. نعم. حبيتي تعرفي طريقك طريقة كيفاش تحصلي عليهم؟ نعم أستاذ. حبيتي تعرفي الطريقة اللي باش تحصلي على الأموال تاعك هذه؟ الطريقة باش نحصل على الأموال، درت له بزاف خاص بالتعويض عن طلاق التعسفي محضر وكامل، بصح ما كان نعطي لويسي يقول لي بلي بعدنا البلاغ بصح ما ردناش. لا أبدا. ما تستناوش يرد، ديروا إجراءات تبليغ الحكم. أولا الحكم لازم تجيبي له صيغة تنفيذية، لازم يكون حكم نهائي. الحكم النهائي وعندي. صح، تدي عند المحضر القضائي يبلغ له الحكم ويبلغ له السند التنفيذي، بمعنى انه كاين حكم وكاين صيغه تنفيذيه، يبلغ له السند التنفيذي ويدير له الالزام بالدفع، يلزمه باش يدفع، يعطي له المبلغ اللي يلزمه، وبعد ذلك يدير له يعطيه مده باش يدفع، اذا ما دفعش يدير له محضر امتناع عن التنفيذ، يعني رفض، بعد مده معينه رفض يدفع. بعد الامتناع عن التنفيذ تروحي مباشره الى اجراءات الحجز على المنقولات. إذا عنده حساب، حساب بنكي، إذا عنده سيارة، إذا عنده أي شيء منقول يقدر نقدروا نحجزوه، لأنه المبلغ تاعك راح يكون في حدود 12 مليون ولا 15 مليون ولا ربما 10 15 مليون. شحال؟ 15 مليون. نعم كما قلت لك يكون في الحدود هذه. إذا إذا ما عندوش المنقولات هذو تروح ويدير لك محضر عدم وجود باللي ما كانش منقولات، يروح مباشرة إلى الحجز على العقارات، إذا عنده شقة، إذا عنده قطعة أرض، إذا عنده أي شيء ممكن يتحجز، ومن بعد يجيب لك الأموال تاعك. في الحقيقة أعتقد باللي كاين كثير من الأشخاص لما يطلقوا يطلق المرأة ويعتقد بأنه خلصت العلاقة، ويعتقد بأنه ولات قاعدة لازم يهرب ما يدفعش الأموال هذه. يعني العجيب انه لما يروح يسقسي امام، عاده يروح يسقسي الامام يقول له لازم تدفع لها لان هذه حقوقها مرتبطه بعلاقه شرعيه وكلها اوامر شرعيه والقانون ايضا يقول كذلك. يعني الان تروحي لاجراءات الحجز، هذا هو الحل تاعك، ما كانش حل واحد اخر. مواطنة لعدد اليوم اختار نص المادة 43 من القانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. لماذا نص هذه المادة بالضبط؟ هذه المادة تتحدث عن عقوبة من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 20 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، 200 ألف دينار أو إلى 1 مليون دينار. لكل من أخفى عمدا، نتحدث هنا عن أموال مصادرة، نتحدث عن عقارات مصادرة، عن سيارات مصادرة، نتحدث عن كثير الأمور المصادرة في قضايا الفساد. طبعا كلنا كرأي عام، كمجتمع، كمواطنين تبعنا كل هذه المحاكمات وتبعنا المصادرة اللي تمت في كل هذه القضايا المرتبطة بالفساد. ولكن أخطر شيء هو ما تنص عليه هذه المادة، هو الإخفاء العمدي للأموال المتحصل عليها نتيجة هذه الجرائم اللي هي جرائم الفساد، اللي ما تكونش بأسماء الأشخاص المتابعين ولا تكون بحوزة أشخاص آخرين. يعني كاين كثير من المال، كاين كثير من السيارات، كاين كثير من العقارات بأسماء مستعارة وبأسماء أخرى، كاين كثير من الاستثمارات تاع أشخاص معينين مسجلة بأسماء أشخاص آخرين. لذلك يعاقب القانون عن كل من أخفى. أعتقد بأن هذه الأموال التي أخفيت بطريقة أو بأخرى ولربما تقدر توصلها مصالح الدولة، راح الرقم تاعها ربما يكون أضعاف أرقام الأموال المصادرة. ينتهي وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في قادم الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.